Sana çıkıyor bu yollar, inan kader diye bir şey var. عجبتك حبيبي؟ تعرفوا أنا خبرت كل الشباب إنه أخي صار مدير مالي بالشركة؟ غريبة، أنا كنت مفكرة إنك رح تنشر هذا الخبر من زمان فكرات، ما توقعت تستنى لهلا. يعني يا روحي شو بتفهم؟ شو هالحكي؟ ما بعرف، يمكن خبرت شخصين أو ثلاثة من قبل، ما بتذكر. عمي، هلا أنت بدك تصير تلبس طقم وجرافيك وتصير كل يوم تروح عشر؟ إيه هيك لازم. لازم تلبس نظارة شمسية بتطلع شخصية. اسمعوا شو بده. ايه معه حق يا اخي، حكيه مزبوط، لازم تطلع معبي مركزك بعد كل عذاب الدراسة. نحن منشوف حالنا فيك يا اخي. ما منيح اللي عشنا لنشوف هالايام الحلوة. الله لا يضيع لك تعب يا ابني. امين امين. ما في مثل حظك يا سلفتي، بالاول صرتي ست البيت وبعدين مرته للمدير كمان. حظي حلو. أمي يسلموا إيديك على هالأكل، ما أكلت أطيب منه بحياتي كلها. عن جد كتير طيب. صحة وعافية يا بنتي، تسلميلي. أنا كمان شبعت، يسلم إيديكي. صحتين. وأنا كمان حاسس حالي إني شبعت دايما إن شاء الله يا جماعة. صحة وهنا يا حبيبي. أمي فيني أتفرج على التلفزيون شوي؟ لا ما في، قبل ما تخلص أكلك خلص صحنك بالأول. بس يا أمي هلأ بيخلصوا أفلام الكرتون. أجور بس تخلص أكل رح شغل لك اللابتوب وحط لك أفلام كرتون، بتضل تحضر لوقت تنام. وعد أبي؟ وعد. ابني أنا ما عم برتاح، بس شوف إيديكم فاضية هيك بدون محابس. شو رأيكم نروح بكرة على الصايغ ونشتري لكم خواتم وهيك بتلبسون من شان خاطري؟ شو ها؟ انتو مو لابسين محابس؟ طيب كيف أنا ما انتبهت لهلا؟ ما بيصير، ما لازم تضلوا بلاهم بالمرة؟ لا نحن ما لبسنا محابس من الأساس. وكيف العالم بدهم يعرفوا انكم متزوجين؟ بس فهموني. يسترجي فكرة ينسى يلبس محبسه شي يوم. اي معلوم، المحبس اهم شي يا بنتي. طيب ما فينا نعترض، السلطانة امينة، بس تحط شي براسها بدها تعمله فورا. يا ابني هيك العادات بتقول. طيب لكن بكرة بشتري المحابس ومنلبسهم سوا وهيك الكل بيرتاح. ايه تمام، إذا موافقين أعطوني الفطاير. كنت رح أنسى، وصلت الطلبية يا أخي، ليش ما ذكرتني؟ الله يسامحك. منيح، كنت بدي أسألك عنها يا فكرة. ليكو هذا هو، تفضل. تمام يسلموا. جبت لك موبايل جديد. يسلموا إيديك، شكرا. لأنه موبايل انكسر بالحادث. عن جد شكرا. فكرات؟ تفرج عليهم، اولادهم صاروا كبار، ولما تشوفهم بتحس انه لسه هلا عم يتعرفوا على بعضهم. ان شاء الله على طول بتضلوا تحبوا بعض، والله يبعد عنكم كل الحساد والناس اللي بتزعلكم وبتكرهكم. تسلمي لي أمي. آمين. طيب يا بنتي، بس عمك منبه عليكم إنه بدي يشوف الكل قاعدين معه على العشاء كل يوم. طيب شو أعمل؟ لا صارت صبية، قال بدها تروح تسهر مع رفقاتها وحملت حالها وضلت طالعة برات البيت. شو ماهر وينه؟ بيكون عم يحتفل هلأ،
واخذ مرته على شي محل. ما بعرف انه راح يتعشى عند اخوه، ليش حتى يحتفلوا؟ بابا، انت ليش ما خبرت حدا انه ماهر صار المدير المالي؟ معقول ما تخبروا؟ مظبوط هالكلام؟ اي يا ابني مظبوط. ماهر خريج اقتصاد من اهم جامعات روسيا، وهذا اختصاصه. ولو وفي عنده سنين خبرة كتيرة، وجوده رح يحسن الشغل بالشركة كتير. معك حق، هذا الشغل الصح. بصراحة قدر يسبقك يا جمال. انت خليك قاعد عم تشم هوا بالبيت. راجي، ولك فهمني انت شو بدك؟ ايمتى بدنا نخلص من هالحكي الفاضي؟ ما داخلك؟ لسه ما عملت؟ ليش شو عملت يا بابا؟ انا شو عم اعمل؟ انا عم احكي بنية طيبة. بس شوف كيف تغير لون وشه لسهرك. راجي، مثل العادة عم تبالغ، لا تغير لوني ولا شيء. لا، من حقك تزعل. جمال، هلا خزنة المصاري صارت أمانة عند ماهر، فهماني؟ ما لأنه بابا ما عنده ثقة لا فيني ولا فيك، جاب ابنه ماهر ليمسكنا ويتحكم فينا. أنا منيح. مو هيك يا ابني، خلينا نعرف نتعشى برواق. بترجاكم شو بكروا له؟ شو عملت أنا ماما؟ فهميني شو عملت. أنا عم أحكي اللي بعرفه. أنا شبعت وبدي أقوم. كمل أكلك، ما أكلت شي. لا، بس شبعت لأنه حكيت بهذا الموضوع، راحت قابلتي، انتفخ قلبي منكن. أنا كنت حابب شكل فريق يساعدني، يا ريت حكينا قبل ما تقرر هالقرار. إيه بس أنا جبت ابني على الشركة، يعني ما جبت حدا غريب، وأنا بعرف إنه أنت وماهر رح تشكلوا فريق ممتاز. حتى يمكن رح تاخدوا محله لراجي بالإدارة. توازن بالشركة أمانة برقبتك من اليوم ورايح، خليها ببالك. يعني بابا أنت جبت ثلاث رجال بحياتهم ما اشتغلوا سوا وجمعتهم بفريق واحد، اللي مو حاسس حالك عم تخاطر بمستقبل الشركة؟ أنا من رأيي بنتي هالمرة. نحن حكينا كتير بهذا الموضوع، سكروا عالسيرة. سفرتكم دايمة. أنا ما فتحت تمي بحرف واحد. أنا رح أتفرج وأنا ساكتة. شوفوا شو رح يعمل فيكن ماهر وعيلته. استنوا رح فرجيكن. أنا هيك بدي ضل، ورح أتفرج وأنا مبسوطة، لأنه أنتوا بتستاهلوا اللي رح يصير فيكن. بابا انت وعدتني انه رح تشغل لي افلام كرتون وشوفها لحتى نام. ايه رح شغل لك، لا تخاف. ابني روح البس بيجامتك بالاول، تمام؟ بس انا امي ما بدي نام ابدا، وانت كمان ما رح تنام، كلياتنا سوا بدنا نسهر ونحضر الفيلم. ماشي، بدنا نحضر افلام كرتون كلنا سوا. لا، فيلم انيميشن على طول، انا بتفرج عليهم كمان. وموز وحليب، شو رايكم تشربوا؟ ايه وانا موافقه، لروح جهزهم. استني انا بدي جهزهم معك، تعال هون أنا بعملون. الولد حابب يساعدك شوي، خليه يعملون، حاسس حاله قاعد ببيته وهذا الشيء المنيح. رجعوا بينوا النجوم. ما فهمت.
عيونك بيلمعوا مثل النجوم وقت بتضحكي، ما بتعرفي هالشي؟ لا ما كنت بعرف. أنا هلأ برجع. ماشي نرجس، خليني ساعدك. شو رأيك نحط اللابتوب هون ونقعد على الكنباية ونتفرج؟ ايه فكرة كتير حلوة. مين هاد كمان؟ ألو؟ آسيا؟ أنا كتير منيحة، لمين هذا الرقم؟ هذا رقمي، احفظيه عندك مشان إذا بدك تحاكيني. هلأ بحفظه ولا يهمك، بس بلا ما نحكي إلا إذا في شي ضروري. ماشي؟ ليش شو صاير؟ إجا لعندي المفوض فيدات وأخذني على المخفر كمان وسألني إذا لسه عم أحكي معك. وشو قلتي له؟ قلت له أنه حكيتي معي مرة واحدة وقلتي لي أنك هربتي وطلبتي سامحك ومن بعدها ما بعرف شي. بيكون صدق هالحكي؟ ليكي أنا حسيت وصدق كلامي، بس لازم ندير بالنا منيح. اسمعي شو رح قلك، اصحك تخبريني بمكانك مشان ما أزلق بشي كلمة قدام حدا ونتورط ويعرفوا أنت وينك. ما بدي تفهميني غلط، ما عم أحكي لأني خايفة بس مشان ما يقدروا يمسكوكي. طيب ماشي، ما منحكي غير وقت يكون في شي كتير ضروري ومهم. وأنا هيك شايفة كمان. مو صاير شي تاني؟ تاني؟ صراحة في شي. جمال اتصل فيني سألني إذا أنت لساتك ساكنة بأماسيا وإذا هرباني أو صاير معك شي، وكتير أسئلة بلا طعمة. ليكي أنا ما كان بدي خبرك لأنه مو ناقصك مشاكل أبداً، بس ما قدرت خبي عليكي هاد الشي. وشو قلتي له؟ شو بدي قله؟ ما حكيت له شي أكيد، قلت له ما دخلك ولهون ما بقى تتصل. بس حسيت في شي غريب يا أختي. ليش لا يتصل بعد كل هالسنين؟ معقول واصله خبر يعني؟ شو رأيك؟ أنا ما فهمت شي. ما بعرف، انسي. شو بدك فيه؟ أنا لازم سكر وروح شوف الأولاد إذا بدهم شي. منحكي بعدين ماشي؟ إيه ماشي حبيبتي، ديري بالك على حالك، منحكي بعدين. طيب يلا مع السلامة. أوبا، شو وقعت؟ معقول حتشرب كل هدول؟ لا هدول إلنا كلنا، بدنا نسهر ونحضر فيلم على اللابتوب سوا، بس ما رح أقدر أحملهم لحالي. فيك تساعدني عمو جمال؟ معلوم، رح ساعدك. طيب أنت خد الحليب وأنا باخد البسكوت. حاضر معلم، تحت أمرك. يلا نشوف. خلونا نستنى أوغور ليجي أحسن ما يزعل. تمام. طيب أنا رايح أشوف شو صار معه. خلاك تحمل عنه الحليب؟ يسلموا إيديك، عذبناك. لا لا ما في مشكلة. يلا أبي شغل الفيلم على السريع، أنا جاهز لنتفرج بسرعة. يلا تعال تعال. شكراً كتير عمو جمال. تكرم عيونك. شو صار معك؟ شغله بابا؟ طيب يلا يلا تعال اقعد. يلا أنا تشوقت. حاضر يلا. Bilen var mı? Cemal? Şu rayak nıtlağın gıyar jo. Ana ktir malle liyom. Lewen biddek? Yani min ruha sinema, min oğda bşey mahal.
خليها لوقت تاني حبيبتي، هلأ مو رايق. انت تضايقت من بابا مو؟ بعرف. ضليت هون لتساعده وما رجعت على أنطاليا، وهو اختار ماهر حتى بلا ما يستشيرك. خلص لا تتضايق حبيبي، يعني هلأ خلص يمكن انت وماهر تتفاهموا سوا، وأنا شايفته منيح. بكرة منشوف إذا قراره صح. ليش عم تقول هالحكي؟ في شي مشكلة بينك وبين ماهر وأنا ما بعرفه؟ هيلين لا، أنا بعرفه من كم يوم بس. إيه صح، ليك أنا رح بدل تيابي، لازم نطلع اليوم. خليها لغير وقت. نرجس؟ أمي نامي بتختك يا بنتي؟ لا لساتني عم أتفرج على الفيلم. هن نقوا علينا مشان يحضروا الفيلم وبعد ناموا بعد ما بلش. إيه كل الأولاد، بس أنا كتير مبسوط، الفيلم حلو. وأنا كمان حبيته كتير. تعرف أنا ما بتذكر إمتى آخر مرة حضرت فيها فيلم، يعني مشاغل الحياة أخدتني وكان وقتي مليان، حتى أني ما فكرت بحالي أبداً، طول الوقت مشغولة. خلص كل فترة منصير منحضر فيلم، عندي مجموعة أفلام بتاخد العقل ورح تعجبك كتير صدقيني. خلينا ناخد الأولاد مشان يرتاحوا، وقوف تعبها من كتر ما لعب اليوم. نرجس يلا يا بنتي قومي يا روحي. راجي على فكرة أنت ما قصرت باللي عملته مع أبوك، خلصنا القصة ما عاد بدها مسايرة بعد اليوم. زاهدة أنا عملت هيك من شان اسم العيلة تبعنا. أنت بتعرفينا بابا، هو حدا قلبه طيب وعاطفي كتير. راجي هذا اللي عم بيصير مانو طبيعي بالنسبة لإلنا، معقولة سهرك جمال يدير الفندق؟ لا وفوق ماهر هو المدير المالي وبإيده كل مصاري الشغل تبعنا، يعني ليش أبوك عم يعمل هيك فينا؟ نحن شو سوينا له؟ ما بعرف أنا صاير عم تخطر على بالي أفكار عم بتخوفني. معقولة أبوك يطلعك من الشغل بالآخر يا روحي؟ يعني بيعملها؟ شو عم تقولي يا زاهدة؟ شو هالحكي السخيف؟ أنتي غبية وعم تتوهمي. خلص نامي وخليني نام لأني تعبان. إيه بس أنت فكر بكل شي عم بيصير. أنا برأيي بيعملها. خلصنا زاهدة حاجتك عليك، بدي نام شوي تعبان، تركيني. راجي نمت يا روحي. لك والله روحي براس مناخيري من هالقصة، وإذا كنت متضايق أنا متضايقة أكتر منك، وإذا صار شي أنا رح جن وأحرق القصر باللي فيه. لا تستخف بكلامي، مجنونة وبعملها. وبكرة بتشوف. نترك لهم الضوء شغال؟ ايه طبعاً نتركه مشان ما يخاف إذا فاق بالليل. طيب تصبحي على خير حياتي. وأنتي بخير. بعدين ركض وقال لي بابا، قلت له خير يا أبني؟ قال لي شو بده يصير بس أكبر؟ ما قدرت أقول له خلينا نسأل أبو. قلت شو بدي ساوي معه؟ كان بده يصير شوفير على سيارة إجرة. شوفير سيارة إجرة؟ هدول ليش أصواتهم هيك عالية؟ عن جد غريبين. ليش اتضايقت من أصواتهم لهالدرجة؟ ليكن خلاص سكتوا. Thank you.
الغرفة مكركبة. رح رتبها. لا لا عادي اتركيها للصبح ما بيأثر. لا خلص هنن دقيقتين برتبها أنا ما فيني أشوفها هي. طيب يعطيك العافية. شو هاليوم الغريب هاد؟ يعني أنا كأني شفت مسلسل من 3 أجزاء بيوم واحد. هاي زاهدة مرت راجي، مخها طائق على الآخر. شفتي كيف انبحتت وصارت ترتاح؟ الله يعينه لراجي كيف متحملها. ايه والله. بصراحة فكرات بدي أقول لك شغلة استغربتها. قولي شو هي؟ هي السكينة اللي كانوا عم يحكوا عنها. ايه ما في مثل هالسكين هون. أنا حافظة كل السكاكين اللي نحنا بنستخدمها وهي السكين ما عنا مثلها. إيه وشو يعني هالحكي؟ طيب تذكري ما إجا عامل الحديقة هذيك المرة يمكن وقعت منه نحنا ما منعرف. وزاهدة مرة لئيمة وبتبالغ وأنت بتعرفيها منيح وبتعرفي جنانة. يعني عامل الحديقة بيمشي وهو حامل معه سكين من المطبخ كمان احكي شي بيتصدق فكرات. شو قصدك؟ حكي مو منطقي؟ ما بعرف. إيه مانو منطقي. طيب تعال نفكر بهي القصة شوي. بشو بدنا نفكر جلسوم؟ آسيا وماهر مو عاجبني وضعهم. يا رجال هنن بيحكوا مع بعضهم مثل الغربة. قصدي انت هلأ تذكر حكي على آسيا قالت له حبيبي أو حياتي أو روحي أو أي كلمة حلوة قدامنا؟ والله هذا الحكي قولي لحالك وتذكري معي منيح. هذا الحكي بتحكي معي؟ فكرة يا قلبي. قلبي؟ وحياتي كمان. شو لسه؟ يعني جاي بعد هذا العمر بدك يعني اتغزل فيك ونسيت شو كنا عم نقول ونحكي وما كنا نقدر نوصل لنتيجة. يا جلسوم ليه تحولتي؟ هلأ طيب إذا كنتي أنت ما بتحكي معي هيك ليش عم تلوميها لآسيا؟ ما بتعرفي يمكن هي خجولة. معقولة هي خجولة؟ ايه ممكن كتير. تعي لقلي. لا بدي ضحكي. هلأ شوفي كيف شو عم تساوي؟ تعي نعمي حبيبتي. تصبح على خير يا روحي. وانتي بخير يا عمري. خلص بكفي هلأ بيسمعوك أهلي. بس جمال لك أنت مجنون شو عم تعمل؟ مالي رايح قبل ما بوسك. لك جمال شو عم تعمل يا مجنون؟ شو فيها يعني؟ ما أنت رح تصيري مرتي عن قريب وحياتك لأخطفك وأتزوجك. أنا أصلاً كيف قدران عيش بلاك؟ المشكلة ما حدا قام يفهمني. لا تفضحنا خلاص. قلت لك هلأ أهلي بيسمعوك. قلتي لي إنك رح تجي بكرة الصبح على السوق. عن جد أنا كتير مشتاق لك. صدقيني ما قدرت نام قبل ما أجي شوفك وحاكيكي شوي. طيب خلص رح أجي بكرة. أنت خلص روح هلأ. وعديني. طيب ماشي وعد.
hep boşa geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan, sorma, kendini boşa yorma. Bak sana kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var, sanma, boş yere buna kanma. Zaman ödemez kefaretini, sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Öyle bir kader ki bu. Cemal, اللي لا شوف شو كل هالرومانسية اليوم يا روحي. امشي لجوا، هلا بتاخدي برد. إذا كنتي مبسوطة تفرجي، أنا كمان مبسوط كتير. أنا داخل إيه؟ ما عم تزبط معي، حاولت كتير ما عرفت ألبسها. يمكن لأنه أول مرة بتلبسها رح تتعذب فيها شوي. فيك تساعديني؟ تعال رح أربط لك إياها. أنتي كنتي تلبسي زوجك الجرافي مو هيك؟ لا، أنا اشتغلت بمعمل ملابس لفترة طويلة، كنت لبس المانيكان تبع العرض جرافي وهنيك تعلمت. إذا كنت رح ألبسك اليوم لازم أتعلم الطريقة. عادي ما في شي، بكرة بتاخد إيدك. شوي بابا؟ طالع مثل هدول تبع الشركات. مين هدول تبع الشركات؟ يعني أنيق، عن جد الطقم الرسمي لابق لك كتير بابا. يا روحي، رجال أعمال اسمهم مو تبع الشركات. ايه صح، رجال الأعمال، طالع مثل هدول. يا سلام شو طالع حلو. شكرا حبيبي، جيب لك طقم إذا عجبك هاد. عن جد رح تجيب لي؟ طيب رح جيب لك. طيب خود. رح أعطيك هي، خليها معه. شو هي أجور؟ هي حجرة الحظ، الشخص يلي بيحملها بيصير حظه كتير قوي. إيه شو هالحكي هاد؟ إيه لكن، أصلاً أنا كل ما بحملها معي بجيبتي بغلب أحمد بكل الألعاب، يعني حتى لو كان أحمد شوي صغير أنا بغلبه، وهذا السبب. بدي إياك تخلي هاي الحجرة معك أبي بأول يوم بشغلها مشان تعطيك الحظ طول الوقت. شكراً كتير إلك حبيبي.
آسيا شفتي شو عطاني؟ برأيي خليه بجيبتك على طول ماهر، أنت محتاجة كتير خاصة بهذا القصر. إيه؟ ما رح تستفاد منها إذا ما كانت معك على طول. أنا رح خليها معي طول الوقت. تعرف مين هو الحظ إلي يا روحي؟ مين؟ أنت. عن جد عم تحكي؟ إيه؟ معنى اسمك هو الحظ، وتطلع على هدول الزنود شو قوايا. أمي سمعتي؟ قال أنا الحظ الحلو تبعه وزنودي كتير قوايا كمان. إيه طبعاً، وإذا هلأ أنت عطيتني ضمة كبيرة أكيد رح كون محظوظ. شو بدنا بهاي الحجرة؟ أنت حظي الحلو الأساسي. بابا الغالي، أنا كتير بحبك يا بابا. حبيبي تعال فوراً على البيت وقت تخلص شغل ولا تتأخر علي. تمام رح أجي. أهلين يا جماعة. ماهر أنت كمان رايح على الفندق؟ إيه نعم، بهني عائلة ديمير خان على يوم شغلي الأول بالفندق. ألف مبروك ماهر، أنت بتستاهل كل خير. لحظة شوي. شو رأيك نروح أنا وياك مع بعض؟ بصراحة كنت عم فكر أطلب تاكسي تاخدني، ما بدي غلبك وتقل عليك. لا منروح سوا، ليش لا تطلب تاكسي؟ بابا أنا بدي بوسك لأنه بدي روح الحمام. ماشي يا قلبي، روح بسرعة واليوم لا تعذبها لأمك. إيه ماشي، يلا باي. حبيبي جمال، شغلة كتير منيحة أنك تروح مع ماهر عالشغل مو هيك؟ حبيبتي شايفتيني ولد لتليلي هالكلام؟ بعرف كيف اتصرف معهم كلهم، كوني واثقة. ماشي يا قلبي، أنا ما قصد تضايقك وأنت أكيد بتعرف تتصرف، خلص اعمل يلي بتلاقيه مناسب. ماشي شوفك المساء يا روحي. انتبه على حالك ماهر، بالتوفيق. شكراً هيلي. أنا بدي فوت لأن الجو بارد كتير هون. إذا صار شي اتصلي فيني. أي نعم هيلين. بابا أنت عم تسمعني هلأ؟ أنا وجدّا رح نروح على مزرعة الخيول. وطي صوتك حبيبي، ليش بتصرخ هيك على التليفون؟ شو هالعادة؟ بس مشان تسمعني، بدي روح مشوار وأنا مبسوط. روح وتسلى وحكي لي المسا شو عملت. كمان بدنا نروح أنا وياك مشوار بابا. تكرم عيونك باخدك. وعدني إنه بدنا نروح. وعد. حنروح على حديقة الحيوانات. تكرم عيونك باخدك لهنيك، المهم لا عاد تعيط هيك. طيب. بس يا قلبي أنا هلأ لازم روح الشغل وبيوم العطلة باخدك مشوار. ماشي حبيبي؟ سلام. هذا ابني أحمد، بس يحكي على التليفون بيصير يحكي بصوت عالي. قلت له كتير غير هالعادة بس ما عم يغيرها. ليش مبسوط لهي الدرجة؟ قال بده يروح مع جده على مزرعة الخيول وكمان بده ياني أخده مشوار، لهيك يعني متحمس. أوه رح يركب على الخيل مع جده. حقه يفرح الولد. ايه صح معك حق، الولد بعمره بده يعمل اي شيء ليحس حاله كبير بنظر اهله، بس البنات غير هيك، بتضل حساسيتهم اعلى. قلبهم طيب، واي رجال بهالدنيا بيجي بنت بيكون محظوظ.
كل الناس بيقولوا هالكلام، اللي عندهم بنات كتير بيسمعوا يعني هيك كلام إنه البنت حنونة. شو رأيك بهالكلام؟ ما بعرف، يمكن فيها وجهة نظر. أنت عندك نرجس هي وأخوها، ونرجس بنت كبيرة ومتعلق فيها. أي صح. شو حسيت وقت اللي ولدت؟ مثل أي أب. يعني أكيد بفرح لما بتقلي بابا، بس كل ما بتطلع عليها بحس إنها كتير قوية، حنونة وحساسة وعقلها كبير، وطول عمري رح أعمل كل جهدي إني ضل حبها وأحميها، ورح حطها بعيوني. قالت لي إنه بدها تدرس حقوق. هيك لكن؟ هيك قالت. حقوق؟ ما كنت بعرف، بس نرجس ذكية. بين عليها كتير عاقلة وشاطرة، وأكيد رح تقدر إنها تكون ناجحة بحياتها. أنت عرفت تربيها منيح. الله يسلم لك أحمد. يلا جدو، ما بدنا نروح، أنت اللي وعدتني. طيب ماشي، رح نروح يا جدو أكيد، بس روق شوي. بس يا بابا إذا رحتوا بدك تدير بالك ما يركض ويعرق هنيك. لا ما تخافي يا بنتي، كنت أخذكم أنت وأخوكي. مين منكم مرض وقت كان معي؟ رح دير بالي ما تشيلي هم. أقول أنا وجدو بدنا نروح على مزرعة الخيول اليوم. يا نيالكم أحمد، تعرف ليش كنا ناطرين؟ لا يجي ابن خالك أقول، هو كمان بده يروح معنا. لسا هادي اللي كان ناقصنا. عن جد أنا بدي روح معكم؟ عن جد رح تاخذني؟ يا سلام رايحين المشوار. يا سلام رايحين. أقول تعال حبيبي خليني درسك شوي اليوم. لا أمي مو هلأ، جدي بده ياخذنا أنا وأحمد على مزرعة الخيول. مزرعة الخيول؟ ايه يا بنتي، بدي أخذ الأولاد على مزرعة الخيول منشان يلعبوا ويغيروا جو هنيك. آسيا لا تقلقي على أوجور، بابا كان ياخذنا لما كنا أولاد، وهو مكان مناسب للصغار. برأيي بلا روحة أوجور هاي المرة. لا أمي الله يوفقك خليني روح معهم. لا حبيبي خليك بالبيت، أنت ولا مرة رايح على هيك أماكن من قبل. خلص بكرة رح خلي أبوك ياخدك مشوار. رح كون معهم هنيك يا بنتي، لا تقلقي عليه، هو رح يتسلى معنا. أوجور يلا جهز حالك لنروح. طيب رح جهز حالي وارجع لهون بسرعة، استنوني. أحمد تعال مشان تلبس الجاكيت تبعك. يعني أنا عن جد يلي ما عم بقدر أفهمه، آسيا ليش نازلة لهالدرجة وخايفة من كل شي حواليها ومفكرة حالها شي شغلة؟ شو ما حدا غيرها عنده أولاد؟ هي مو معروف قرعة أبوها، ليش عم تشوف حالها علينا؟ خلصنا لا تقولي هيك يا زاهدة، أنت شو بدك بهالحكي؟ لا تعيدي لهذا الكلام. كل ما حكيت كلمة بدكم تتضايقوا؟ ما شفتوا كيف خايفة عليهم وما بدها ياهم يطلعوا برات القصر؟ هالحركات هي عن جد مانا طبيعية ولا أنا معقولة، أنا شايفة هالحركات كلها تمثيل قدامكم مو أكتر. يقطع عمرها. زاهدة لو سمحتي عيب لا تحكي بهالطريقة، رجعنا لهذا الكلام الفاضي؟ ليكي لا تخليني ازعجك. لو سمحتي الزمي حدودك، لو سمحتي. يا عمي انت ليش تضايقت مني هيك؟ يعني انا شو حكيت؟ طيب خلاص رح اسكت، المهم انتو ما تضايقوا حالكم. أمي ليش ما بتروحي معه؟ أحسن ما يروح لحاله. فكرت بهالقصة بس كمان طلعت خطيرة،
الشرطة عم تدور علي بنتي. الولد الصغير أكيد ما رح يلفت الانتباه مثل الكبير، بس طبعاً الأسلم لقلنا أنه ما نطلع من هون. أمي، الكنزة تبعي اللي عليها صورة الحصان شفتي لي إياها شي؟ أوغور، تعال ابني خلينا نحكي شوي. معقول تكوني حاطة الكنزة هون بالغزانة؟ تعال ابني، تعال. أوغور، خلص ابني بلاها هتطلع من القصر اليوم. ليك بس يجي عمك ماهر رح خليه طالعك، أنت وأختك أحلى مشوار يا روحي. بس أمي بتعرفي جدي اللي نادالي وقال لي بدك تروح معنا وأنا ما فيني إلا لا. أوغور يا حبيبي، بلكي شافك حدا هنيك وعرفك، متخيل شو ممكن يصير؟ خلص أكيد ما حدا رح يعرفني أمي، هون ما حدا شافني بالمرة، وأنت ما قلتي لي إنه اسطنبول مدينة كتير كبيرة وفيها ناس وعجقة وضجة. طيب بلكي وقفت الشرطة وعرفوا أنت من وين جاي؟ قلي أمي، الشرطة ما بتوقف سيارات الناس العادية يلي مو عاملين شي. كيف ما بتوقفون ابني؟ انت شو عرفك بهاي الأمور؟ أمي الله يوفقك خليني روح، أنا طول الوقت قاعد هون وكأني بالسجن، إذا على المدرسة ما عم روح ما فيني ألعب مع رفقاتي ولا أطلع على الشارع مثل ما كنت أعمل قبل، ما في غير بطلع على حديقة القصر بلعب شوي وبرجع لهون. الله يوفقك خليني روح معهم. تعا هي كنزتك يلي بتحبها. ايه خلاص فيك تروح. يا سلام انا رايحة لمزرعة الخيول. تعال لحتى لبسك ياها، فوت راسك. ايوه رح جيب جاكيت لتلبسه فوقها. يلا أوغور رح نتأخر. طيب جاية فورا، دكني خلصت لبس. امي خبري عمو ماهر إنه أوغور رايح على مزرعة الخيول. طيب رح أتصل فيه. مشي حال الصرف أستاذ راجي، بس الصراحة إنه نبعت مليون دفعة وحدة كان صعب شوي علينا، لهيك تأخرنا. يعني بدل ما نبعت دفعة وحدة كان لازم. خلصنا يا أسعد، خلصنا. أنت شو دخلك بهالقصة؟ بعتذر أستاذ راجي، ما كان بدي غير مصلحتك. شو هالحكي؟ شو يا أسعد؟ لا تفكر عني، ممنوع بتعمل اللي بقلك عليه، أنا بس اللي بفكر هون. هلأ جاي تقلي هيك؟ عم اضطر أعمل هيك من ورا تخبيصكن أنتو طول الوقت هون. بدك يعني ندفع بالتقسيط؟ شو نحن عم نشتري غسالة؟ أنت أهبل يعني؟ تعمل اللي بقلك عليه، عم تسمع يا أسعد؟ عم أحميكن كلكن يا تفهيم، فكر باللي عم تقوله. أنا آسف أستاذ راجي، ما فكرت منيح قبل ما أحكي. فوت. الله لا كان جاب الغلا. انت فاضي شوي؟ شو هالحكي، معقول عم تسألني اذا فاضي؟ ما شاء الله عليك، سكنت بالقصر وهي جيت على الشركة وخلاص كل شي صار لألك. ما في داعي لهذا الكلام. يا حبيبي شكلك صاير حساس كتير هالأيام، قلي ليش جاي لعندي؟ بدي شوف كل السجلات المالية، بدي شوف كل الحسابات، الدفعات الرئيسية والفرعية، بدي أعرف كل شيء عم بيصير. أنا هذا اللي كان ناقصني بس، يعني صرت المدير المالي وبدك تفتش وتراجع كل شيء وراي. هيك شيء، بس ترتبوا أموركم، تبعت لي كل السجلات على مكتبي، أنا عم انتظر هنيك. هذا البطيخ من وين طلع لي هلا؟ اوف مو هلا وقته بالمره. الله يسامحك يا بابا. شو بدنا نعمل هلا استاذ؟ بدك اخذ له السجلات؟ اي نعم اسعد، بالاول بتجيبهم لعندي، بدي اشوفهم كلهم، انا ما بدي يكون فيهم اي مشاكل مشان ما يوجعنا راسنا. طيب رح جيبهم وارجع لعندك فورا. يلا